حاسسك بطول وبحاراتك المخباية في بقلبة ألف حكاية تحكي عن الأجداد قصة عز وأمجاد طرزوها بعناية كلنا منقول ترابك مجبوب بحب الناس وبدمها ماتوا تزهورك تما زرعوا بقلوب ولادن هوا كل ما بيموت في أرض الخضرة والنعمة عم نسمع أحلى نغمة نغني صداها بعيد بتبشر من جديد بالجيل اللي بده يبني بسواعد سمرة بتعمر وبتكبر بأهلها بتكبر ترسم بخيوط المجد مستوى الأرض النور صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية اليوم الاثنين 5 حزيران الموافق للعاشر من شهر رمضان المبارك إن شاء الله يكون حامل بين لحظاته كل ملامح الخير والسلام للجميع من مقهى المكتب بدمشق عم نلتقي معكم برحلة رمضانية جديدة بضيوفة ومحطاتها من سوريا والعالم مواضيع عديدة ومتنوعة رح تكون ضمن فقراتنا لليوم يلي دايما نرصد فيها أبرز الفعاليات يلي عم تصير بهالبلد كأعلان دائم لإرادة الحياة تحيتنا الأولى دائما منوجهها لأبطال الجيش العربي السوري أبطال الزمان والمكان على توقيت أقدم عواصم الأرض نضبط ساعتنا لنبدأ رحلتنا الرمضانية ودي صباح عليك ميسان يسعد صباحك يسعد صباحك أريج وصباح كل مشاهدي الإخبارية السورية موعدنا بجدد معكم من مقهى المكتب لنترافق بجولة على عدد من المواضيع يلي بتلامس وبتجسد نبض الحياة عند السوريين تحيتنا الأولى دائما لحماة الديار أبطال الجيش العربي السوري صباحكم نصر صباحكم عزاء مشاهدينا ومحطات رحلتنا الصباحية عديدة وضيوف كتار لكن رح نبدأها بعد هالفاصل ميساننا بكل يوم حدث جديد بتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمة ممكن تشكل فاصلة تحول بحياتنا فشو الأحداث اللي تركت بصمتها بمثل هذا اليوم؟ لكل يوم أحدثه وأخباره منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر في مثل هذا اليوم من عام 1487 دياز يكتشف بمساعدة الرحالة العربي ابن ماجد طريق رأس الرجاء الصالح أثناء عودتهما من الهند وفي مثل هذا اليوم من عام 1752 فرانكلين يثبت أن الصواعق تتكون من الكهرباء وذلك خلال تجربته الشهيرة بإطلاق طائرته الورقية في يوم ممطر وفي عام 1944 سقوط العاصمة الإيطالية روما بيد الحلفاء وذلك في نهايات الحرب العالمية الثانية وفي عام 1977 ستيف جوبز يطرح أبل 2 في الأسواق وفي عام 2002 الإصدار 1.0 للمتصفح موزاريلا يرى النور ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1898 غارسيا لوركا شاعر إسباني أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1981 أحمد رامي شاعر مصري صباحنا لسه بأوله ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ نهاركم سعيد أريج
صباحنا لليوم مميز ما بيشبه غيره من الأيام. صباح بيحمل الشيء الكتير من أصالة الشام مع قامة فنية ولدت من رحم المدينة القديمة من بيت مجاور لمأذنة الشحم والكنيسة المريمية. اسم بيختصر بين حروفه تاريخ من العطاء المستمر، فمن بين معالم الزمن الجميل عم يطل علينا كأحد أبرز صناعه بمجالات الدراما والمسرح والسينما. هو راسم الضحكات على الوجوه وفي القلوب وعلى امتداد الأجيال التي حفظت أدواره وتردد عباراته إلى اليوم. من قلب الضحكات بيعرف كيف يستحضر الدمعة على وجع الوطن وجرحه، ويعود ويشرب كأس ليردد اسم سوريته على الشمس اللي ما بتغيب. لدى حضوره تحضر الذكريات على شكل تداعيات جمالية عبر الزمن، فهو المعلم وشيخ الكار بعشرات الأدوار مع وبدون طربوش غوار. صباحنا غير لليوم ومفعم بمعالم الفن والجمال مع الكبير الأستاذ دريد لحام. نورت صباحنا. صباح النور والرضا. صباح صباح الخير ورمضان كريم ينعاد عليك يا رب. تسلم لي حبيبي، شكرا يا قلبي. أهلا وسهلا فيك أستاذ دريد. يعني رمضان بيجي وبيحمل معه الكثير من الذكريات، وكل ما بنقول رمضان كريم يمكن بنرجع هيك بالأحداث لورا لنتذكر أجمل الأيام عن شهر رمضان. خلينا نحكي شو هيك شيء بذاكرتك ضالل من شهر رمضان. بذاكرتي هلأ يمكن صار هلأ طقوس، بالأول كان طقوس مع محبة. يعني كان رمضان ألفة حقيقية، إذا ناس إذا واحد متزاعل مع واحد يروح يصالحه برمضان أو صباح العيد. الناس متعانقة لأنه أصلاً بيوت الشام القديمة يا قلبي بتحسيها متعانقة، مشي يلا بشي حارة بشي زقاق خليني أقول، بتلاقي في من هون طالع من البيت شغلة هيك، طالع من هون شغلة هيك، تحسيهم عم يتباوسوا، أوضة من هون أوضة من هون، متعانقين بالهواء برا. طبعا البناء الحديث وكذا غير كتير من هاي الطقوس الجميلة اللي كانت موجودة. يعني خليني أقول إنه كان الفرح فرع عام والحزن عام كمان، يعني بلا مؤاخذة برمضان أو بغير رمضان والله لما كان تندعس قطة تلاقي الحارة كلها حزنت أسبوع. هلأ المشكلة يمكن بتلاقي مثلا ببناية بهذا الطابق في عرس، بهذا في مقدم، ما حدا بيراعي حدا، كانت القلوب على بعضها، ما حدا بيراعي حدا أطلاقا. بالأول لا، كان حتى تقبشيني بالأفراح والمناسبات خصوصا أيام الحج، لما يجوا الحجاج يرجعوا من الأراضي المقدسة يزينوا الزقاق كله اللي ساكن فيه الحج. كيف يزينوا؟ كل واحد كل بيت عنده سجادة يطالعها ويعلقها على حيطه. بتلاقي الحارة كلها عم تمشي بممر كله سجاد، كلها هي الناس بدون ما حدا يطلب منها تعملها. المشكلة يعني مشان هيك بقول لك الفرح عام والحزن عام. هلا الفرح كتير خاص والحزن كتير خاص. الفرح بيصير عام لما أهل الفرح أو أهل العرس بيفردوا إيدهم كتير وبيكبروا العزيمة وبيعملوها بالأوتيلات الخمس نجوم، يعني صار اسمه عرس مش فرح. يعني أنا بفرق بين فرح وعرس، هذا عرس إعلان زواج، بس ما حدا عنده عاطفة حقيقية تجاه العروسين. بالأول لا، العرس كان فرح حقيقي. لكن حضرتك أستاذ زريد يعني كيف بتحاول تحافظ على هالذكريات الجميلة وعلى هالتقاليد الحلوة اللي كنا عايشين فيها وبتعيشها برمضان مع عائلتك وولادك وأحفادك؟ والله يا قلبي أنا بحاول دائما أحكي لهم كيف كنا، كيف كنا نتعامل مع بعض كجيران إلى آخره، لدرجة أنه بضيق خلق أولادي بهذا الموضوع. يعني لدرجة يعني بتعرفي نحن الذكريات اللي تغنى بالماضي بتضلها موجودة، واللي بعمرنا بيحاول يضل يعيدها مشان يعلم الأولاد لأنه شوية مبادئ من المبادئ القديمة.
بس أحلى تعليق من ابني ثائر، قال لهم بابا مو معقول شو ذاكرته حاضرة بس بينسى كم مرة حكى لنا السيرة. هو يمكن ما بتنسوا، كل الأبهات وكل الأجداد بيكونوا متذكرين أنه حكوا السيرة، بس فعلا هي لترسيخ هي القيم عند الأطفال، وهي في فرح. هلا يمكن نحن حتى نحن بنفرح وقت بيحكوا لنا أهالينا عن القصص القديمة، لأنه بنحس أنه نحن فاقدين لهي المشاعر الحقيقية بهذا الوقت. مشان هيك تقبشيني قلت لك الآن الفرح خاص والحزن خاص، بالأول عام يعني الحارة أو الحي كله يفرح مع بعض لأي سبب يعني، أو يحزن مع بعض، هذا ما عاد موجود هلا. يعني أهم فرح على الـ SMS هلا أنه كل عام وأنتم بخير وخلاص انتهينا. إن شاء الله بيرجع رمضان بالخير يا رب على كل السوريين، وبترجع هي المشاعر الحقيقية وهي القيم ترجع بتترسخ عند كل الأشخاص إن شاء الله. يعني كان تقبشيني ما يمر رمضان أو العيد، خليني أقول إلا كل الناس تزور كل الناس تزورهم كلهم، يعني واجب بيعتبروه هذا. وبذكر وقتها كان خصوصا نهار العيد يطلع مثلا أبي وياخدنا معه إنه بده يعايد بيت فلان، يرجعوا بيت فلان يرجعوا يعايدونا يرجعوا يعايدوا، فالزيارات تلاقيها متشابكة. بس أهم ما فيها إنه بضيفوك مثلا سكرة الشيء بيقولوا له المجمع اللي هو الصندوق هذا الموزايك، بيقولوا له المجمع ناخذ السكرات نحطهم بجيبتنا ندور 10 بيوت صار معنا 10 سكرات، نروح على البيت نحط سكراتنا بمجمع بيتنا. فبتلاقي هالسكاكر نفسها دايره من بيت لبيت لبيت. ذكريات حلوه. نعم اريج، يعني استاذ دريد تاريخ كبير من العطاء عند حضرتك ما بيختصر بكلمات او بمساحه زمنيه، لكن رح نتابع مع بعض هالتقرير عن حضرتك من اعداد زميلتنا متيلدا كربوج، وبنرجع لنكمل حديثنا. تاريخ انكتب يا ابني، ها والحاضر هلا عم ينكتب، بس الحمد لله المستقبل مازال صفحة بيضة، مو مثل ما تصورت زهرة، المستقبل مازال صفحة بيضة، بدنا نتكاتف كلنا هيك ونكتبوا مع بعض. واقع حال السوريين بمختلف المراحل كانت عماد أدواره. أسلوبه بإبداع التمثيل تمكن من رسم الابتسامة العفوية على وجوه من يتابعه، فأضحك الأجيال حد الثمالة وأبكى عيون من يسمع حواراته حد الوجع. هو من آمن بأن الفن الصادق وحده يعبر عن جميع قضايا الوطن. ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا والله ما بعرف، بس مما كان يكون هذا الحدا أنا ما بقدر أرحل عن الوطن، أنا بدوخ بالطيارة يا أخي. ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي أنه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا وين بدي أهرب منه. غوار الطوشي الذي طبع في ذاكرة وقلوب الأجيال جيلا بعد آخر، دريد لحام ابن حي الأمين في دمشق القديمة، أبدع في أدواره على خشبة المسرح السوري وأعطاها رونقها في ضيعة تشرين وكسك يا وطن وشقائق النعمان وغيرها الكثير. أهل وسهل. خير، ليش المشكلة؟ السيف ضرب العمى. لا إيه؟ مين؟ الأستاذ. ولا أستاذ؟ إيه بدك تضل تعملنا مشاكل بالضيعة ده؟ وينك لهلا يا غوار؟ أنا بستعذر ومنك السماح. شو لأخرك؟ بستحيل لك. لا تسمح، نحن أخوان. تفرح بأولادك يا أستاذ، كان عم يتجوز. ها؟ ومبارح عملنا له العرس. إيه نعم، وجايب لك ورقة من نسواني الجدد. ورقة شو؟ هيك بتصير ورقة تبرير غياب. ايه ما حلف تتجوز، من يومين طلقت. بدي خلي نسواني العتق يطقوا. كما كان له بصمته المميزة في المسلسلات وعبر الشاشة الصغيرة مثل حمام الهنا وصح النوم، عودة غوار ووادي المسك والخربة وسنعود بعد قليل وغيرها العشرات. عيني ما عاد تجي بعينك ليوم الدين. لا لا الله يخليك، مو حرزاني ما بقى من العمر أكثر ما مضى.
ولشاشة السينما السورية حصتها من فنه وإبداعه، فقدم لها الكثير عبر الزمن بالأدوار التي أداها، منها الحدود، إمبراطورية غوار، الصعاليك، أنا عنتر، سيلينا وغيرها الكثير. أكلت وشربت وهيصت ولطشت مني 500 ليرة. صحيح، بس مو كل الزباين مغفلين مثلك، عدم المؤاخذة. عبر مسيرته الفنية حاز على العشرات من الجوائز والأوسمة المحلية والعربية والعالمية، وكان سفير النوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، لكنه استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان في عام 2006. دريد لحام، القامة السورية المبدعة، لم يفصل للحظة بين الوطن والفن ليشكل عبر مسيرته تاريخا حافلا بالإبداع ويكون مثالا للفنان السوري، فأضحى رمزا دراميا وشعبيا ببساطة أحلامه وعفوية كلامه وحسه الوطني العالي الذي لا ينضب، فسوريا عشقه الأبدي الذي لا مفر منه للأبد. أستاذ دريد، عن جد أعمال كتير ضخمة وعايشة جواتنا وبتاخدنا لزمن كتير حلو. هالأعمال البعض منا يمكن عمرها أكتر من نصف قرن، لا زالت ساكنة بوجداننا وحاضرة بقوة، يعني شو سر هالقوة بالأعمال؟ لقلك يا قلبي، السر أنه أعمال صادقة. هلأ نحن لما ابتدينا ما كناش نفكر بدنا نقبض ما بدنا نقبض، بدنا ناكل ما بدنا ناكل، هيدفعوا لنا ما هيدفعوا. كان رغبة، هواية قاتلة في بعض الأحيان. لأنه ليش قاتلة؟ لأنه بجوز أنا كنت قتلت مستقبلي، لأنه أنا كنت أستاذ جامعة ومدارس ثانوية. لما قررت أترك هاي المهنة لروح للفن، معناتها قرار قاتل هذا. ومع ذلك لحقت رغبتي ولحقت حلمي، لأنه لازم الواحد دائما يخلق حلم له ويقاتل لتحقيق هذا الحلم، ومهما فشل ما بيصير ييأس أو يحبط. أجمل ما قيل في هذا الموضوع، قالوا تشرشل قال: النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الحماس. حط حلمك قدامك ومهما فشلت خليك عنيد لتحقيق هذا. المهم كنا نقول يا قلبي كل شيء منحسه على الطبيعة. يعني ما كناش نألف، يعني ما يقعد واحد منا، أنا ولا الأستاذ نهاد ولا مع الأستاذ مغور، نقعد بأوضة ونسكر على حالنا ونخترع قصص. لا، شو منسمع، شو منحس، شو بيحكوا لنا الناس، نراح نأدبها ونكتبها تعبيرا عن شيء اللي سمعناه أو شفناه. فلسبب إجت حقيقية وما زالت حقيقية. هلا كتار بيقولوا لك إنه يا أخي أعمالكم منشعر كأنه أنتم من 30-40-50 سنة شايفين شو حيصير. تماما. هو الحقيقة لا، يعني الفنان مش أو الكاتب مش متنبي. لكن يا قلبي هلأ إذا شفتي سيارة هون مشيت ما فيك تعرفي وين راحت، بس إذا قطار وسكت قطار فيك تعرفي وين رايح. بده يطلع من المحطة بده يوصل لهي أكيد. ونحن هيك نظرة واقعية وصادقة، المفروض صادقة لما يجري في هذه اللحظة، فيك تعرفي اللحظة الثانية شو هتكون. فنحن نظرنا نظرة صادقة لما كان، وعلى الأساس بيّن معنا شو ماذا سيكون.
لهلا عم تشوفوا يمكن لهلا النتائج وشو عم يصير، يمكن نفس القصص هي اللي كنا نشوفه ان كان بالمسرحيات ان كان بالمسلسلات النقد. نحن هلا نفسه مثل ما قلت حضرتك عم نشوفه لانكم كنتوا شايفين هالقطار لوين رايح. صحيح. يعني استاذ دريد عم تقول حضرتك انه حطيت حلمك وقررت انك تمشي عليه ورغم كل المطبات يلي يمكن تمر فيها، شو هي اصعب المطبات يلي مريت فيها بأول حياتك وكانت أنه يمكن تتأثر عليك للحظة وتقول أنه أنا ما بدي كمل؟ والله يا قلبي أصعب هذه المسائل هو القرار. وخاصة أنه الأهل مثلا ما كانوش مع هذا القرار. بالتأكيد زمان يا قلبي الموظف يقولوا له الأفندي، يعني الموظف الوحيد اللي بقى لابس جرافي وطقم وبلا أخذ حذاء ومبوية عم يلمع ومتلا يا حصرت يا عكس هلأ الموظف يا حصرت يا علي. فأنت عم تترك مهنة معنويا مهمة مدرس وفي إلى راتب بكفيك ويعيشك منيح وفي إلى تقاعد بعدين. يعني حتى يا قلبي كان لما يجيهم ولد يهدهوله انه يا حبيبي بكره بتكبر وبتتوظف، يا امي بكره بتكبر، كانت حلم. هلا حلم الموظف انه يترك الوظيفه لانه ما عاد المردود يوازي الجهد يلي عم يقدمه. المهم فكان اصعب قرار هذا، وخاصه انه اهلي ما كانوش معه، ما منعوني بس ما شجعوني على انه بتترك مهنه محترمه تتروح لتعمل مشخصاتي مهنه غير محترمه. وبهداك الوقت حبيبي فعلا كانت الناس تنظر لها نظره دونيه لهالمهنه بالذات، التشخيص او الموسيقى، لانها مرتبطه بجوز بالاقبيه، مرتبطه بالمحلات الليل محلات السهر، فما كانوا. لكن انا مشيت ورا حلمي هذا كل شيء. هذا أهم نقطة صعبة. النقطة الثانية لما فشلت بأول إطلالي على التلفزيون وبلشت أبحث عن السبب لغاية ما لقيت السبب. لكن يمكن أول بريق نجاح حضرتك حصدته بعمل شاركت فيه ببداياتك، وهالشي خلاك تصمم أكثر أنك أنت تكفي الطريق، شو كان هو؟ يا قلبي كان لما هو أول ما طلعنا بسنة 60 طبعا عملنا برنامج سميناه الإجازة السعيدة وفشل فشل ذريع. كل الممثلين اللي معنا، كان معنا الأستاذ نهاد الله يرحمه، الله يرحمه، تاج باتوك يلي هي اللي عايشة بأمريكا، محمود جبر، كنا مجموعة عملنا شيء اسمه الإجازة السعيدة. هن نجحوا الممثلين بس أنا فشلت لأنه قدمت شخصية غريبة عن البيئة. فلما فشلت هذا الفشل ما انهد حيلي وقلت لا خلاص بدي وقف وأرجع على التدريس. بلشت فكر أنه ليش هذا الفشل، لغاية ما اكتشفت يا قلبي أنه الناس تتعاطف مع تراثها مع فنونها. أنا الشخصية اللي قدمتها ما لها علاقة لا بتراثنا ولا بفنوننا، شخصية إسبانيولية، حتى كنت مسمي حالي كارلوس ميراندا. ولغاية ما اهتديت انه طيب يا اخي ليش ما بلبس مثل ما بتلبس الناس، شروال وبقاب وطرو. وفعلا كان هو هذا اللباس الرسمي في الشارع في دمشق، يا انباز يا شروال طربوش وهون كانت بصمة غبار. هون كانت البصمة، هون كانت البداية. الناس حبوا الموديل، أنا طبعا عم يشوفوه بالطريق بس حبوه انه لقوه على الشاشة. ومن هون ابتدت مسألة غوار. طبعا ما يعني ما له عيد ميلاد غوار لأنه انكسى إدراك وفهم وتجربة مع السنين. عشان هيك يعني غوار البداية غير غوار كسك يا وطن، تلاقي فرق كبير بيناتهم.
يعني قلت حضرتك انه الناس شافت شيء بيعكس صورتها، يمكن هي صورة المجتمع، شافوها على التلفزيون بغوار، هيك غوار نجح. اليوم الى اي حد نحن بحاجة انه نلاقي شيء يعكس الواقع اللي نحن عم نعيشه، او الناس او المشاهدين او المتابعين ما عاد بدهم شيء يعكس الواقع بهذا الوقت؟ لا والله يا قلبي، لقلك المتابع لما بيقعد قدام شاشة تلفزيون أو سينما أو مسرح حتى بيحب يشوف حدا بيشبهه، بيشبهه مش بالشكل، بيشبهه بأحلامه، بفرحه، بوجعه. أما إذا ما شاف حدا بيشبهه بصير في غربة بينه وبين هذا العمل اللي عم يشوف. مشان هيك يا قلبي هلأ خليني لحتى أفسر شو بقصد. بتشوفي عامل مسرحي بالنشيج بتطلعي انت عم تتفرجي عليه وبس، مش عم تفاعلي معه لانه ما بيشبهك. ما في حدا من الشخصيات اللي على المسرح بيشبهك، فمشان هيك بتنتهي المسرحية وعلاقتك فيها مع الستار. اما اذا شفتي حدا من الشخصيات المسرحية بيشبهك، بيشبه حلمك، بيشبه وجعك، بيشبه حياتك، بيشبه عمرك، لما بتسكر الستار النهاية بتبدأ علاقتك بالمسرحية، وبتروحي على البيت بتفكري شون قال وشون حكى، ولهلأ بترجعي بتقولي والله قال الجملة الفلانية، أنا حكى الشيء الفلاني. فالجمهور لما بتبدأ علاقته مع الستار معناته هذا العمل بيشبهه، لما بتنتهي علاقته مع الستار معناته هذا ما بيشبهه بنو. لكن يمكن الدراما السورية بالسنوات الأخيرة عم تكون في مبالغة بعكس الواقع، أما الجمهور يمكن بحاجة لحتى يبتدي يعني يبعد شوية عن واقعه. والله يا قلبي في واقع لازم شوفه، في واقع ما لازم شوفه. هون يعني بحب أكد على مسألة مثلا الخيانات الزوجية والعلاقات المحرمة وإلى آخره، موجودة بأي مجتمع وموجودة بمجتمعنا، بس ما لازم نسلط الضوء عليها إطلاقا. ليه؟ مشان تربية الأجيال، لأنه إذا شافها بهذا وخاصة لما بتنعمل بممثلين محبوبين، الطفل بيشوفها بيحب، لأنه بيحب هذا الممثل بصير يحب هذا الغلط. تماما، عرفتي كيف؟ ففي أشياء مهما كنا انه والله التلفزيون لازم يكون واقعي ولازم يكون كذا، في شيء لا ما لازم يكون اطلاقا، ما لازم نشوفه ولا نسلط الضوء عليه شو ما كان. اليوم عم تتابع الدراما السورية بشهر رمضان؟ عم تابع؟ شو عم تتابع؟ والله لقلك لهلأ بعدني عم شوف نتف من هون ومن هون ومن هون ومن هون، لسه ما استقر رأيي وين رح كمل. طبعا مالي خايف انه ما لحق، كله بينعاد. لا مو بس بينعاد، لانه صايره يا قلبي بشكل عام مسلسلات لو غاب عنك 10 حلقات حتضلي تفهمي السيره، نفهم السيره، تفهميها، حتضلي بتدركيها. يعني ما بيفوتك القطار مهما فاتك من حلقات. ومع ذلك انا بصراحه بحب شوف العمل بعد رمضان، يعني على رواقته بنقي انه هاد بنشاف هاد ما بنشاف، هذا عادي هذا جيد الى اخره. وخاصه يا قلبي نصيم في مذبحه دراميه، يعني اللي طلعي على الشاشات كلها اللي حوالينا، فضائيات اللي حوالينا، كل واحد حاطط له 20-30 مسلسل. يعني لازم حضرتك لا تشتغلي ولا تطبخي ولا تنفخي ولا تعملي شيء، تضلي عادي هيك تقامتي له 16 مسلسل. هلأ مثلا عنا بسوريا أظن على سوريا دراما في شيء 16 عمل. طيب هاي الأعمال ذبحت بعض في أوقات مشاهدة بسموها الذروة، شفتي هذا العمل وهذا وهذا، البقايا انظلموا لأنه منوش ناس مش متابعتهم. مين بده يتابع 16 ساعة باليوم هو قاعد قدام التلفزيون؟ صحيح.
لكن كان كثير من الاشخاص اللي عرفوا انه حضرتك رح تنور صباحنا اليوم حملونا امانه وسؤال، وين دريد رحام اليوم بهالموسم الرمضاني والموسم الرمضاني الفائت؟ كانوا حابين يشوفوك. والله يا قلبي وانا كنت حابب شوفني كمان. يعني انا موجود بالماضي، ودائما الجمله اللي بقولها انه انا مستقبلي وراي مش قدامي. والله يا قلبي السنة الماضية والسنة قريت شي 10 أعمال، وأنا لما بقرأ عمل ما بقرأ الدور، بقرأ العمل من الجلدة للجلدة. العمل شي 1500 صفحة، ضربيهم بعشر أعمال يعني قاري 15,000 صفحة. ما لقيت حالي ولا بعمل السنة الماضية والسنة ولا لقيت حالي ولا بعمل هذه الأعمال، لأنه يا قلبي إذا بدي أعمل أي عمل أدنى مستوى من الماضي تبعي يلي هو مستقبلي بخطف من وهج هذا الماضي. بسأله ما بريد. أكيد وهج أعمالك ما بينطفي أبداً ولا بيوفر. حبيبة قلبي تعبشيني. يعني المستوى الأعمال أو يمكن الموضوع والفكرة اللي طرحتها الأعمال هي اللي ما حبيت أنه أنت حضرتك تفوت بيها. هو يا قلبي لأنه يعني في أعمال لما بقراها بتشبه بعض. يعني هلأ حتى الأعمال اللي عم تنعرض وخاصة أعمال البيئة الشامية مثلا، افتحي بنص العمل أو بنص الحلقة واحزري هذا أنه مسلسل، خصوصا الممثلين يمكن عم يدوروا هذا النقاد كلهم هيك عم يتناولوا الموضوع. ما فيك تعرفي هلأ بالنسبة الموسيقى الغناء تفتحي الراديو وهي أم كلثوم، هي فيروز، افتحي الراديو هلا وخدي جائزة إذا عرفتي مين اللي عم يغني. ممتاز. صارت تشبه بعض يعني استنباطك. إذا بدنا نرجع شوي أستاذ زريد للمسرح، يعني دايما ما بيغيب عنا الأعمال المسرحية اللي حضرتك شاركت فيها ولمست وجع يمكن عايش فينا لهلأ. حكينا أنه الصدق هو اللي خلى هالعمل يكون فيه استقراء للمستقبل ويحكي عن الحاضر. اليوم قديش بالفعل بتحس مسرحياتك وخاصة يمكن كاسك يا وطن بيشهد كتير عليه أنه اليوم بيلامس وجعنا، بالفعل في استقراء للمستقبل استاذ زريد؟ يعني مو بس القطار نحن عارفانين لوين رح يمشي. وهو يا قلبي يعني مجرد الناس لهلا بتتابعها، معناتها الناس حست انه هي انا، هي جزء مني، جزء من احلامي، من وجعي، من فرحي والى اخره. يعني خدي فيلم الحدود مثلا، قديش نحن وصغار لحد شو ببالنا، بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداني، من نجد إلى يمن إلى مصر وتطواني. نجي هلأ خيبة أمل قاتلة بعد ما تعلمنا هذا النشيد، في خيبة أمل قاتلة إنه يبدو بلاد العرب مش أوطاني، يمكن طالما العرب عم يذبحوا العرب وأغلبهم شارك بذبح سوريا، بصير بقى أفكر أنا أنه هل فعلاً نحن أمة واحدة؟ هل فعلاً نحن أشقاء؟ إذا أشقاء ما بصير فينا هيك مثلاً يعني. فمشان هيك قلبي الواحد بيفكر وهو موجوع بهذا الموضوع. يعني بكاسك يا وطن أي شخص هلأ يمكن بيرجع بيشوفها بترجع بتنزل نفس الدمعة كل ما بتغني بكتب اسمك يا بلادي، بتنزل دمعة فعلا على وجوه الكل ومن عيون الكل، لأنه بيكون في هذا الوجع اللي عمره يمكن سنين وهلأ زاد. صحيح. بالحرب على سوريا، يعني يمكن كل سوري عنده وجع وهم بحمل جبال. صحيح يا قلبي. هلأ وبعدين هلأ مثلا أنا حكيت شوي عن فيلم الحدود، فيلم الحدود عاش على الحدود لأنه ضوع جواز سفره. طيب وين أمته؟ وين تاريخه؟ وين ماضيه؟ وين أحلامه؟ وتعبر بهذا الموضوع أنه القضايا الوطنية في بلادنا هي قضايا صوتية بس، يعني نحن منلهج فيها بس ما منعمل شيء لنطبقها،
مشان هيك بفيلم الحلول بآخره كله أجو خطاب وأنه أمي واحدة وأنه ما في حدود وأنه كذا، ولما بده يمر على الحدود قالوا له هيك كله ما بيمشي، بدنا جواز سفر. فبالتالي يعني أحلامنا صوتية أو بنعبر عنها بس ما بنشتغل، مش نحن المسؤولين عنها. يمكن هي بين الشعوب موجودة هي الأحلام وموجودة هي المشاعر الإنسانية، ولكن أصعب حلم اللي حكيت لكم إياه قبل شوي، من صغرنا ومنغني بلاد والعربي أوطاني، جينا هلأ بهالعمر لنشوف إنه أوطاني بلاد والعربي اليوم قطعوا العلاقات بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطعوا العلاقات مع قطر وطردوا الدبلوماسيين. عن أي أمة عم نحكي نحن إذا هيك الأمور؟ عن أي أمة عم نحكي إذا كان هالدول اللي معها مصاري والله رازقها عم تدفع أكثر رزقتها لتذبح سوريا؟ عرفت؟ بحق لي أرجع أفكر إنه يا ترى أنا حقيقة كنت أنا وصغير مؤمن بهذه المعادلة، هذه المعادلة حقيقية ولا في إنا ولا في شيء؟ بحق لي أفكر وأرجع أفكر وأرجع أفكر إنه مسألة أمي واحدة حقيقة ولا كذبة تاريخية؟ أنا شايفة كذبة تاريخية. لو فعلا أمي واحدة وأشقاء ما بصير فينا هون بسوريا، ما بصير باليمن اللي عم يصير، والكون كله صامت والعرب صامتين أيضا، ومرض كوليرا تفشى باليمن والآلاف من، يعني شو بده يحكي الواحد؟ بدمع هلا بدمع وخلص. توجعنا توجعنا كثير توجعنا. يعني اليوم هذا الوجع كان بالماضي انعكس عن طريق السينما وانعكس عن طريق الدراما وأيضا المسرح. اليوم كيف منقدر يمكن نرجع نستقرأ هالحالة هي اللي كنا عم نعيشها بالمسرح والسينما والدراما، ونرجع نعيد القلق للجمهور يلي عم يكون هو وفي لهالفنون؟ والله لألك يا قلبي لازم، يعني أمس كنا باجتماع وعلى أساس عم نناقش ليش صار في تراجع بالنسبة للدراما السورية. هلأ بجوز تراجعت في العالم العربي لسببين، سبب المقاطعة السياسية سبب أول، وسبب الثاني أنه كل بلد صار إلى دراماها. يعني هلأ كنا ما نسمع عن دراما خليجية، في صار دراما لبنانية، في صار وجديرة بالاحترام. لكن السؤال اللي لازم نلاقي له جواب انه نشوف جمهورنا نحن السوري هل ما زال مع الدراما السورية؟ يعني ينعمل سبر، ينسأل المواطن بالشارع انه انت برمضان شو عم تشوف؟ بجوز يطلع اكتر اللي عم بجوز يطلع اكتر اللي عم شايفهم بمسلسلات من السورية. هون لازم نحط نبحث عن السبب انه ليش حتى الجمهور السوري جمهور درامانا ما هواش معها، ما هواش متابعها. يمكن اذا حطينا هذا الموضوع تحت المجهر نقدر نلاقي حلول لنرجع على الاقل الجمهور السوري الى دراما. يعني استاذ دوريد كنا عم نحكي عن قبل شوي كنا عم نحكي عن العرب وكنا عم نحكي عن البلدان الصديقه وعم نحكي عن المحبين كمان، رح نحكي عن المحبين لانه نحن اليوم معنا شخص محب الى سوريا، هو فنان جاي من لبنان الشقيق وجاي لعبر عن محبته الكبيره لهالبلد. ريج الفنان جابرييل عبد النور، اهلا وسهلا فيك، حابب تشارك صباحنا مع الاستاذ دوريد، تفضل. سعد صباح مطر والشام على الشرفة ويغازل ليلى جدائلها، شبان الحي الحب يقطر لذتها ويرد بألاق غرتها،
يمتحن البرق تشكلها في الصبح علي لك أني الشام لك أني الشام ولم تعلم أن كل ثماري تفتحها تتقمص في والشام فراش مصابيح والشام التوت البري والشام ظلال ملائكة بمجرة ضي وتؤانس وحشة أرواحي أرواح الكون المنسي وتهز أسرة غربتنا بصلاة نبي لك أني الشام لك أني الشام لك أني الشام ولم تعلم أن كل ثماري تفتحها تتقمص في تتقمص في لك أني الشام لك أني الشام لك أني الشام أهلا وسهلا فيك بالشام يا أهلا فيكم يا جابرييل وأكيد الشام فخورة بهيك محبين لإلها يعني الشام أم الكل والشام بتعيشي فيها لحظات من الدفى استثنائية والشام شحنة روحية لكل حدا بيتواجد فيها وبيقطع فيها الشام هي إضافة لإلنا الشام حاملة هالعبق من التاريخ ومن المجد ومن الانتصارات ومن الحب ومن الموسيقى ومن الحضارة نحن كلنا يعني نتغلب فيها ومنضيف لإنسانيتنا بس نكون فيها بدي حييكم وبدي حيي كل المشاهدين ونقول لهم شهر رمضان مبارك وفضيل وبدي أنا مش بس حيي انحني وقدم تحية إجلال لفنان كبير عظيم بكبره بتواضعه بوطنيته بثقافته بتاريخه بكل شيء عطى لقلنا ويعني نحنا أنا شخصياً هلأ وجودي حده يعني عامل في حالي من التلبك لأنه بالفعل التاريخ بالفعل يعني بس كمان نحكي عن الشام وعن عظمة الشام عن هالمدينة اللي من أقدم مدن العالم كمان بتجي ببالنا صور بهية صور كمان نحن بنعتز فيها ومثل ما قلت بننحني قدامها صورة أستاذ لوريد لحام يعني تمام ليش يعني اليوم حبيت تشارك صباحنا جابرييل وبحضور الأستاذ الكبير دريد لحام يعني اليوم هالقامة الفنية اليوم يلي بتختصر كل معالم الشام وكل حضارة الشام وتاريخ الشام وعبقة الشام مش بس الشام انتبهي ولبنان وكل المنطقة كل حدا تأثر فيه وكل حدا غرف من كل شيء عمله من كل شيء قدمه من الأفكار البهية والمهمة والعميقة اللي عطاها والفرح يلي دخلوا على قلوبنا على بيوتنا يعني طفولتنا ما فينا ننسى صح النوم ولا فينا ننسى هالحالة الحقيقية يلي لسوء الحظ ما قدرين بقى نعيشها بإعلامنا هلا صار كل شيء فيك كل شيء مصطنع كل شيء ما بيشبهنا نحنا كل شيء مستهلك بس مع غوار كان فيه الأبقاب مع غوار كان فيه الحضارة بمطرح ما كمان تماماً يعني هالذكريات الجميلة اليوم اللي عايشة جواتنا وبوجداننا وخاصة جميع الأعمال اللي أستاذ دوريد كان له بصمة كتير كبيرة ودخلت لقلوبنا اليوم بحضوره شو بتحب توجه كلمة لهالأعمال الفنية يلي نحن نتغنى فيها
عن بده يحكي عن اعمالي يعني لحتى يكون صادق انا لازم كم اكون موجود لا هو حدا شاركنا بحضورك يا استاذ دوري هيدي مش اول لقاء بيجمعنا مش اول لقاء بيجمعنا هيدي هي الاعمال يلي هي اول شيء اسست للدراما اللي عم نشوفها جزء منها هلا ولهالحركه اللي عم نشوفها هلا هي مبنيه على مجد هن عملوه وهن تعبوا وهن هن اللي اسسوا فهن هن بالاخر الاساس وهن بالاخر القدوه مثل ما انا قلت يعني مثل ما عم بيقول استاذ دوريت من المحرج شوي تصيري تحكي قدامه للشخص بس يعني انا شو فيني اضيف على تاريخ استاذ دوريت وعلى اللي نقال عن استاذ دوريت غير انه هيدي اللحظه وقد ايه عشت بحياتي لحظات فيها انتصارات موسيقيه كان بتمثيل بلدي باماكن رسميه جوات بلدي او خارج بلدي انما هيدا متواجد فيها مع عملاق كبير كمان بعتبرها هي اضافه لمسيرتي الفنيه خجلتونا جد والله يعني صار فينا كانه بيت فستو لا هي محبه هي استاذ دوريت هي محبه بس عم نعبر لك اياها وبالشكل هي اللي محبه يعني انت مش عارف استاذ دوريت هيدا الشيء على اساس منك عارف انا خليني استاذ يلا مشان تفضوا لا حبيب القلب الله يخليك استاذ نحن يعني متبارك بوجودك وحضورك ودائما صباحاتنا بيكون لها طابع خاص بالفعل وانا خبرتك انه عن جد نحن من كل قلبنا بنحبك وبنتشرف فيك بهالشهر شكرا تسلم لي عينك شكرا لك يا استاذ جيت من لبنان ويطول بعمرك وتبقى بصحتك لتشاركنا بهالصباح الجميل بوجودك بوجودك وجود الصبايا طبعا والشعب السوري اللي عم يسمعنا بوجه له تحية برمضان هذا الشعب الصامد والصابر واللي لولا صبره ولولا صموده ما كناش هون اليوم يعني صحيح فشكرا يعني شكرا لك استاذ دوريت وبدنا نشكر وجودك معنا لليوم نورتنا وكانت حلقتنا غير بوجودك شكرا كثير استاذ دوريت بس تخليك معنا لحتى نستذكر شغله من قصص رمضان يلي يمكن هي حكينا عنها نحن بالاجواء رح نروح لنشوف هالتقرير عن جزء من رمضان هو المشروبات الرمضانيه بالشام وبنرجع لنكمل حديثنا شكرا لك استاذ بين التمر الهندي والعرقسوس الليمون الحامض والجلاب تتعدد خيارات الصائم في دمشق فلكل نوع منها سحره الخاص وطعمه المميز عدا عن فوائدها الصحية التي نتعرف عليها مع أحد أصحاب المحال في سوق الجزماتية العرقسوس هذا متواجد مو موجود غير بثلاث بلدان ونافعه بيخزن السوائل بالجسم منيح لمرضى السكري لعدم وجود سكر فيه وحلاوة من ربه هذا في عنا الليمون منقطع قطع صغيرة أول شيء نبشره منقطع قطع صغيرة منرش له سكر منصير نفركه في عندك التمر هندي عبارة التمر هندي معروف هذا مننقعه بمي ومصير كمان نفركه الجلاب هو عبارة منجيب عنب أسود بيضل بينغلى مع زبيب وبيتحلى بدبس مو بسكر بدبس وبنضيف له كمان منكهات عبارة من نكهات عن مكسرات مكسرة نامي وبخو وفانيليا اختلف تحضير هذه المشروبات الرمضانية مع مرور الزمن إلا أن طريقة تعبئتها في أحياء دمشق ما زالت كقديم عهدها إجباري كيس نايلو يعني شعبية شغلة شعبية لأن هذا مشروب شعبي هلا نحن حاطين كمان ما شايفه بأناني الأناني بيحب أناني بنعبي له بأناني بس بكيس نايلو شغلة شعبية وفي منه على القديم لسه بيجيب لنا سطل نحط له فيه شيء بالثلج ممكن له بالسطل كمان هذا العصير كله اجباري بده يصير نفس النهار لانه ما بيبات لتاني يوم اذا بات لتاني يوم تختلف طعمته تبقى المشروبات الرمضانية بعد ما يقارب 16 ساعة من الصيام ومع ارتفاع درجة حرارة الصيف بوصلة الصائم واول ما يبحث عنه بعد دقائق الافطار الاولى بالفعل
بالفعل ميسان المشروبات الرمضانية بنستناها من موسم لموسم ومن سنة لسنة، بتتميز بكثير من الفوائد، وعن جد يمكن ما فيك تشربيها وتحسي هيك بنكهتها غير بشهر رمضان المبارك. هي يمكن شيء أساسي بشهر رمضان، نحن بنشوفها على مائدة كل السوريين، يعني بيتميز فيها السوريين دائما. أكيد ميسان. أما هلأ رح نكفي فقرات برنامجنا الصباحي لليوم، وضيفنا اللي دخل من شوي هو ضيف رغم لغاته العشرة يلي بيأديها بأغنياته لم يتغرب عن أصوله المشرقية، بل حقق عبر جسر ثقافي وموسيقي، فتميز بالغناء الأوبرالي والشرقي، أحب الشام فغنى لها بوجدانه، أما حجارة حلب فأطرب نغما صدى صوته فيها. خلونا نتابع هالفيديو كليب مع ضيفنا جابرييل عبد النور، وأكيد بنرجع لنكفي حديثنا معه. مطر والشام على الشرف ويغازل لينا جدائلها، شبان الحي الحب يقطر لذتها ويرد بألاق غراتها، يمتحن البرق تشكلها في الصبح علي. مطر والشام على الشرفة ويغازل ليل جدائلها، شبان الحي الحب يقطر لذتها ويرد بألاق غرتها، يمتحن البرق تشكلها في الصبح علي. لك أني الشام، لك أني الشام. المغني التنور اللبناني والعالمي الفنان جابرييل عبد النور، يعني نرجع نصبح عليك. صبح عليكم ميسان أريج وكل الإكيب الموجودة، إكيب العمل. نرجع نحيي أستاذ زوريد، يعني كمان أعطانا صباح حلو وهيك رونق حلو. اللي الحظ كان انه حضرني باحدى الامسيات بالشام بالارت هاوس، كانت بال2015، وايضا ببرنامج الموسيقي كمان والاسبوعي اناطر الليل عبر فضائيه مريم، كمان كان الحظ انه يكون ضيف معي، فتعمقت، صار لي اني اتعمق بشخصيته وبانسانيته، اهم شيء، وبوطنيته. هدول الناس بحببونا ايضا بالشام اكثر، بيقولوا انه كمان الشام فيها ناس بالفعل قدوة، مش بس للشام، لكل المنطقة. كيف شفت أجواء رمضان بالشام؟ كتير حلو، كتير حلو. يعني إلي من شهر 12 2016 لهلا بزيارات متكررة على الشام تقريبا أسبوعية. يعني أنا متواجد آخر هالست أشهر بالشام أكثر من ما متواجد بلبنان، ويعني عم سافر بس على الخارج لما بكون عندي أمسيات أقدمها، وب 17 رح كون بفرنسا، وب 21 أيضا باليونسكو بباريس ضمن كمان أمسيات غنائية لإلي. الشام بأصعب الظروف قطعت فيها كانت حلوة، بأصعب لحظات كنت عم أسمع فيها قصف، وكنت عم بحس بنوع من يعني من رهبة صغيرة. كانت الناس عطول هي مثال، يعني مثل بالشام مثل بلبنان، عطول نحن مثال لعدم الخوف، لعدم الترهيب، لعدم إرادة الحياة، ولإرادة الحياة وثقافة الحياة يلي مستمرة. مؤخرا يعني آخر شهر حاسس بأمان مطلق بالشام، كتر خير الله يعني، وعيني على حلب كمان، ورمضان وأجواءه كتير حلوة عم بعيشها يوميا هون، بدءا من الشيء اللي عملناه، المشاركة اللي عملتها مع جمعية ساعد والنشاطات اللي عم بيعملوها بالإطار الرمضاني، وكنت سعيد كمان أن يكون عم شارك معهم بهيدا النشاط الإنساني المهم، وكمان هيدي الصورة اللي فيها هالقد
صورة من الرقي وصورة من الاهتمام بالإنسان رغم كل الظروف اللي عم نعيشها، كمان عم تطلع من الشام بالفعل. تمام، اليوم شو بتحب توجه معايدة بمناسبة شهر رمضان الكريم لأهل الشام؟ يعني منقول لهم أنه إن شاء الله يعيدوا على طول بالظروف أهم، وإن شاء الله كل حدا ترك مطرح، وخاصة يعني بالأرياف وبالأماكن المحيطة بالشام، أنه بالفعل يعم فيها الاستقرار لأبعد حدود، وأنه يرجعوا كل حدا يرجع، وحتى هالمغتربين اللي راحوا بقول لهم أنه يبقوا عين على بلدهم. طبعا مش بس للشام، لكل سوريا بتمنى على طول السلام وراحة البال والأمان، وترجع سوريا مثل ما على طول بقول بهية وأبية ومثال للعيش المشترك. شو بتحب تسمعنا جبريال؟ نسمعنا نسمعكم بإطار بهيدا الإطار، منقول طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. شكرا كثير لك جبريال، نحن وعلى كل المشاهدين. وعليك يا رب، نحن رح نكفي حديثنا معك، اما هلا صار وقت ننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر واهم الانباء مع علا ابو خضر. صباح الخير علا. صباح النور اريج، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. تصدت وحدات الجيش العربي السوري لهجوم شنه إرهابيو جبهة نصرة على مواقع الجيش في حي المنشية بدرعا، ونتابع مشاهد من هذا التصدي. أصيب 11 مواطنا بينهم امرأتان وطفل رضيع بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية حيي الكاشف وشمال الخط السكنيين في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية. وفي ريف حماة استهدفت المجموعات المسلحة مدينة محردة ومحطة توليد كهرباء الزارة بعدة قذائف صاروخية، وذلك في خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر التي تم توقيعها مطلع الشهر الجاري في اجتماع أستانا حول سوريا. قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إن الخسائر البشرية والمادية التي سببتها ضربات التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لا تقل نهائيا عن نتائج الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الأبرياء من المدنيين السوريين، كما أن هذه الضربات تستهدف البنى التحتية، الأمر الذي يكشف الأهداف الحقيقية لهذا التحالف والتي لا تنسجم إطلاقا مع ما يدعيه من حرب على داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى. أعلن كل من النظام السعودي والإماراتي والبحريني قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام القطري على خلفية التصريحات الأخيرة التي صدرت عنه، وأمهلت الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة لمغادرة أراضيها. وجاء في بيان لنظام الرياض إغلاق كل المنافذ والمعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية مع قطر. إلى ذلك أكدت الخارجية المصرية في بيانها فشل كل المحاولات لثني قطر عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأس
قيادتها تنظيم الإخوان الإرهابي وإيوائها قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة الأراضي المصرية. في خبرنا الأخير، استهدف طيران العدوان السعودي مركز قحزة لعلاج حالات الكوليرا شمال مدينة صنعاء، ما أدى إلى إصابة عدد من المرضى ومرافقيهم. إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن طيران العدوان السعودي شن غارة على محافظة ذمار استهدفت منطقة هران وأخرى على العاصمة صنعاء استهدفت منطقة النهدين بمديرية السبعين. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك أريش. شكرا لك علا. أما هلا أكيد مكفيين ضمن أجواءنا الصباحية وبشهر رمضان الكريم، ومكفيين مع مغني التينور اللبناني والعالمي جابرييل عبد النور. أهلا وسهلا فيك بسوريا مرة ثانية جابرييل. يعني جابرييل، أنت متخصص بالغناء الأوبرالي بعشر لغات إذا بدنا نقول، لكن عم تسعى أنك تحاول تطوع هالشي بالشرقي، يعني باللغة العربية وبالموسيقى الشرقية. كيف عم تقدر هيدا من زمان موضوع اشتغلت على اختصاصي بالغناء الأوبرالي، وقدمت كتير قصص بهيدا الإطار. شفت أنه أو بدي مسافر كمل المنحة اللي اجتني على إيطاليا وعيش برا، أو بدي أبقى بلبنان أو بهالمنطقة يعني، وأعمل شيء يكون من رحم المطرح اللي أنا منتمي لإله. فأخذت هيدا القرار، وأكيد لتغني من جونا بدك تفوتي على مطرح آخر، يعني الغناء الأوبرالي العالمي. أنا ما بقتنع أنه لازم مثل ما هو نغنيه على حرف عربي. في قصص كتير بدها تتخذ بعين الاعتبار، الأدان، التجويد، مواضيع كتير اشتغلت عليها لطوع هالتقنية الحرف العربي كيف أني نقدر نشتغل عليه، ويكون هالطاقات أو هالمدى الأوبرالي يلي نحن موجود، والتقنية الأوبرالية اللي عنا إياها ويلي عادة نادراً ما تستعمل بغناء عربي، كيف نقدر نطوعها ونستفيد منها. واشتغلت كتير بهالإطار، ولهيك دربت كتير أصوات خاصة من لبنان لأنه اشتغلت على هيدا الموضوع تحديدا. يمكن كمان كنت عم تسعى لنقطة كتير مهمة جابرييل، أنه عدم تشويه مقامات الشرقية وعدم تشويه العربي واللغة العربية العربي. أيضا سعيت لهالشيء. قديش يمكن حاولت أنه يكون في توازن بين الغناء الأوبرالي وأيضا، يعني نحن ما بدنا كتير نفوت بالتقنيات هلأ، يمكن ما بتهم كتير الناس هالقد تفاصيل، بس أنه عادة بالغناء العالمي بتتحول حرف الآ لحرف الأو، حرف الإي بيتحول لحرف الإو، أو حسب المدرسة اللي أنت فيها. بإيطاليا في جو، بألمانيا في جو، بروسيا في جو. المهم أنه هالحرف لما عم يتغير، إذا عم نشتغل عليه على حرف عربي كمان، أنت عم تشوه الحرف عم تشوه الحرف العربي، عم تشوه لغة مهمة كتير. لهيك بصير تحسي هالمغني الأوبرا لما عم بيغني عربي، ولو هو سوري لو هو لبناني لو شو ما كان، كأنه أجنبي وعم بيغني عربي. وهيدا خطأ، وهيدا شيء هجين وغير جميل، وأنا غير مقتنع فيه. لهيك الشغل كان على الحرف العربي وعلى التجويد شيء أساسي لنقدر نطوعه وندخله بهيدي التقنية إذا بدنا نغني عربي. يعني أربع ألبومات اشتغلت عليها أنت جابرييل، نقول جبران خليل جبران، قمر بيروت، غنيت لياس ناصر، وعدروب المغارة. بين هالأربع ألبومات بكل ألبوم لوين حبيت أنك تروح، ولوين وصلت بكل ألبوم؟ بألبوم الأول جابرييل عبد النور يغني جبران خليل جبران، من سبع أغنيات أو أعمال، خمس منهم ألحان الأستاذ إلي شويري، لحن لأستاذ جوزيف خليفي ولحن لألي. هيدا عمل نصوص نثرية بيحملوا مضمون كتير كبير بخص لبنان، بخص الإنسان، بخص الكونية بحد ذاتها، بخص الحب بأبهى معاني. من ثلاث كتب لجبران خليل جبران قدمته كتير بلبنان، وقدمته كتير خارج لبنان، ومؤخرا رجعت عملت له مثل إعادة إحياء بحفل كبير ببيروت كانت يعني مهمة كتير رسميا وثقافيا وفنيا بالحضور، وأيضا بالشيء اللي تقدم فنيا. والألبوم الثاني قمر بيروت، كلمات ندى منير عبد النور باللبناني، عشر أغنيات باللبناني باللهجة المحكية، العشرة بألحاني من ألحاني، وكان همني هون أني ضوي على جابرييل عبد النور الملحن. وهيدي كانت الخطوة الثانية، أعمال مختلفة عن أعمال جبران، يعني أسهل أقرب للناس، مواضيع حب بمعظمها أكيد ورومانسية،
بس في أغنية لحلب منهم مدينة تاريخية. نحن حابين نسمع جابرييل أكيد اليوم أغنيتك لحلب، كمان أنت معروف عن حبك لحلب. عشق الأساس أنا لسوريا كان من خلال حلب. يعني حلب كانت النافذة لإلي لأني طلع على سوريا، لأني حب سوريا. ما كنت بعرف سوريا صراحة قبل حلب، وما كنت بعرف كتير عن سوريا قبل ما دعيتني مديرية الثقافة لحلب لأقدم ألبوم الأول جبران خليل جبران. انغرمت بهالمدينة، دبت بهالمدينة، عشقت هالمدينة لدرجة تمنيت أن تكون مدينتي بالتمني. وكان عندي على طول إحساس أنه هيدي المدينة رح تنصاب، لأنه ما ممكن شياطين هالأرض يقبلوا ببيروت تبقى وبغداد تبقى وحلب تبقى وتدمر تبقى. يعني ومش عم بقول انه انا هالقد عندي كان رؤيه هالقد كبيره، بس انه شوي بنقرا بالتاريخ وشوي بنشوف شو اللي صار فينا. ولسوء الحظ هالشيء صار بحلب، هالشيء صاب حلب، وهالشيء خلاني اني اصرخ واقول عبر كل الاعلام العربي، وايضا ضمن لوحه كثير كبيره وضمن موقع قمر بيروت فتحنا مجال لامضاء لكثير ناس وصرخه لليونسكو انه اللي عم بيصيب حلب هو شيء عم بيصيب البشرية كلها. ما تفكروا انه بس نحن عم نصيب سوريا بس، يعني اهرامات مصر اذا تدمروا هيدي ضربة للبشرية، بعلبك جبال نفس الشيء، حلب وتدمر هيدي خسارة للبشرية. فمن هون كانت غنيتي هدية لحلب، مدينة تاريخية، فكرتي قصتي مع حلب فيها كلمات ندى منير عبد النور الحاني من ألبوم قمر بيروت. تفضل. يا مديني تاريخي كبيري وبعدك صبيي، ملكي تاجك ما بينطال، مهد الحضارة انتي، العالم كله نورتي وصرتي منارة أجيال، ترابك عطر الياسمين، حبك يا وعد وحنين، يا كنز كنوز الجمال، بوابك مفتوحة للنور، شعبك بالكرم مشهور، بوابك مفتوحة للنور، شعبك بالكرم مشهور، حلب يا مجد أبطال، يا قلعة عريقة، يا فجر الموسيقى من عمر الزمان، كنائس مضوية، مساجد عليه، حبك مثل من قمر بيروت لقمرك تحيي، لشعب ما بيموت أرزي لبناني، حملتني حب وسلام لزهرة الأحلام والأيام، أرض الكرامة والسلام، لأرضك يا حلب حملتني السلام. صوت زرت حلب بالفترة الأخيرة جابرييل؟ بدي زورها، يعني مثل ما ذكرت من شوية عيني على حلب، وقدمنا بقصر العظم برعاية وزارتي السياحة والثقافة أمسي بهذا الإطار سلام إلى حلب، وكانت أمسي بالفعل استثنائية، حييت فيها حلب مثل ما أنا بحبها، وإن شاء الله هالمرة التحية تقدر تكون من قلب حلب، لأنه حلب بتستاهل. حلب عطيتني 5 أمسيات بعتبرهم من أجمل أمسيات غنيتهم بحياتي، وما بعتقد بالعالم كله في جمهور مثل الجمهور الحلبي. أكيد يعني مع هالتحية لحلب وأهالي حلب من صوت ومشاعر جابرييل، نحن بدنا نشكرك كتير لوجودك معنا اليوم، وبنرجع من لك أهلا وسهلا فيك بالشام وأيضا ضمن صباحنا غير. يعني نورتولي هالصباح، وإني كمان كون موجود معكم هيدا شيء كان كتير حلو اليوم، من حظي إني أنا معكم وإني أنا مع الجمهور السوري. أقصى أمنياتي وأفضلها وأجملها وأنبلها لكم ولكل المشاهدين بهالشهر الفضيل،
ولكل الشعب السوري، يعني بتستاهلوا على طول، جايين من حضارة كبيرة ومن تاريخ كبير، ومن لهيك كتار بيحسدوكم وبيحسدونا نحن اللبنانية كمان. وجباتنا أن نكمل ونوقف ونصمد. الله يقويكم والله يكون معكم على طول. شكرا كثير لك جابيال، ومتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله ناطرين كل حفلاتك بالشام وأكيد برا الشام. شكرا لك. شكرا لك. أما هلأ ميسان، يمكن رح نضل شوي بأجواء رمضان، لكن هالمرة من المدينة القديمة ودمشق، أرض الخير والحضارات، مع مبادرة إفطار صائم لفريق نبض سوريا التطوعي. تفاصيل أكثر رصدتها كاميرا برنامجنا. كخلية نحل يعملون شباب تطوع ليكرس مفاهيم عرفها السوريون عبر الزمن، ويحافظ على عادات وتقاليد شهر الخير، شهر رمضان المبارك، لتصبح السكبة بين البيوت والجيران حالة شعبية تسد رمق الصائم والمحتاج جراء الظروف القاسية التي فرضتها الحرب على البلاد. وليقدم فريق نبض سوريا سكبة رمضانية إلى أكبر عدد ممكن من الصائمين، اجتمعوا في مطبخ رمضاني يحضرون المئات من وجبات الطعام ويقومون بتوزيعها في كل يوم خلال شهر الخير. والفريق بيضم معظمه شباب وصبايا تبع دمشق، منطقة دمشق القديمة، فيعني انه حلو كتير الجو، عم يكون عنه تفاعل كتير الفريق. هلا هي الفعاليه قلنا اولى ضمن المدينه، بس احنا كان عندنا فعاليات قبلها موجهه نحو الجيش على الجبهات، نطبخ للجيش بالجبهات ونقدم لك. هي الفعاليه قلنا الاولى هون بالمدينه. هلا التنظيم عم يصير الصبح، عم نستقبل المواد العينيه عم تجينا الصبح، عم يجينا تقريبا يوميا حوالي 600 كيلو رز. هلا اليوم نحن طابخين فريكه 600 كيلو فريكه، 200 كيلو بازيلا، وطابخين مع طبخه ثانيه رز وكبسه، كمان شي 200 كيلو رز كبسة. عدد الوجبات تقريبا نحن عم نوزع بين 5000 6000 وجبة، ما رح أقول أكثر ولو إنه أوقات العدد عم يوصل لأكثر، خلينا نضل على 5000. عم بتكون آلية توزيع عنا 6 طاولات موزعة بأحياء دمشق القديمة، في بباب توما هون عنا طاولة بشاغور جواني، شاغور براني، عنا بابن عساكر بشارع الأمين، ساحة الجامع الأموي كمان عم يكون في عنا طاولات. على كل طاولة تقريبا عم نحط منسف ل 200 شخص، غير عدد الوجبات اللي عم تتوزع من المطعم. شعور كتير حلو، ما هو بلدنا بالأساس كلها بلدنا إيد وحدة، ونحن لو ما كنا ايد واحده ما بتوقف بلدنا بوجه الازمه 6 سنوات، ولساتنا اجواءنا مثل ما هي، واجواء رمضان مثل ما هي، والمطبخ شغال والحمد لله رب العالمين. يعني احلى شغله انه الواحد بحس حاله عم يعمل شيء، اذا ما قدرت تدمي شيء على الجبهه، فنحن هيك عم نحارب نحن كمان مثلنا مثل الجيش العربي السوري الله يحميه يا رب. فنحن بهي حربنا انه طعام الفقره، وهي عم فرجنا بلد وما هزتنا ولا بنهز نحن. كثير هو عمل حلو، تقدم وجبه لصائم او لمحتاج او لفقير، هذا كثير عمل رائع، بيخلق شعور بهالشهر الفضيل خاصه يعني. والوقت نحن عائله وحده هون ايد بايد عم نقضي وقتنا بالشغل لنعطي نتيجه حلوه بالمقابل. اكيد هو شعور كثير حلو انك عم ترسمي الفرحه على وجوه الناس ولو بشيء بسيط بوجبه صغيره يعني. هون يعني منظمين شوي، بس احيانا يعني منبدل بين بعض، منغير الشغل، مثلا ممكن ملي من التغليف بروح ببرد بسكوب بوزع معهم، يعني منجرب كل شيء هون. على المحبة وفعل الخير اجتمعوا ليقدموا وجبة مليئة بالكرم والشهامة السورية التي تعود جذورها الى مئات السنين. فعلا الخير عودونا دائما على الشباب السوري أريج، يعني تحيتنا لكل شاب أو صبية بكل الفرق التطوعية يلي هلأ موجودين بالمطابخ الرمضانية إذا فينا نقول، وعم يشتغلوا. أكيد ميسان تحيتنا كبيرة لإلهم، وإن شاء الله دائما الخير بعم على كل السوريين. يعني ما رح نبعد كثير عن رجاء رمضان، لكن رح نروح ونعود فيها للطبيعة الأم والأرض وخيراتها، ومن هالعالم رح نتعرف على أهم الأعشاب يلي ممكن إنها تساعدنا خلال
خلال زمن الصوم في شهر رمضان المبارك على انزال الوزن، بالاضافه للعديد من الاسئله الطبيه يلي رح يجاوبنا عليها الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعيه السوريه للطب التكميلي. سعد صباحك. سعد صباحك، الله يعطيكم العافيه. سعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، اليوم بشهر رمضان الكريم يمكن فرصه لحتى نضبط ساعه النظام الغذائي بجسمنا والتوازن الصحي. قديش نحن بالفعل بنقدر برمضان نستثمر هالصيام؟ بالبداية مثل ما قلتي حضرتك، نضبط الساعة البيولوجية للجسم. نحن اليوم بحاجة ماسة برمضان، بأنه نظرا لأنه في عنا نحن نوع من الرتابة بيصير في إدخال الطعام وفي فترة الصيام اليومية. الاستمرار 30 يوم هو اللي بيعطينا هالنكهة الخاصة لشهر رمضان فيما يتعلق بموضوع الاستقلاب والجسم. الحقيقة البعض بيعانوا من مشكلة بأنه بيزيد الوزن بشكل كبير جدا ومضطرد في رمضان، لأنه ما بيقدروا يتعاملوا بشكل إيجابي وصحيح مع المدخرات الغذائية ومع كيفية استقلابها بشكل صحيح. يعني بصير هون بصير التغذية بصير فيها الكثير من الأغلاط. على العلم أنه الفترة قصيرة، يعني فترة الإفطار هي فترة قصيرة قياسا مع الفترة الزمنية تمام، فبتكون غنية جدا بالمأكولات، وهذا اللي رح نحكيه نحن. نحن اليوم بإمكاننا من خلال الأعشاب الطبية أنه نساهم بعملية ضبط المدخلات الغذائية ما بعد الإفطار. يعني نحن اليوم عم بيكون في عنا أول شيء بعض المفاهيم الخاطئة. بعض بيفترض بأنه هو مباشرة بعد يعني الصيام أو وقت بيوقف أكل أنه هو بلش الصيام، عمليا الجسم ما ببلش يشعر بالصيام لبعد 8 ساعات من آخر وجبة. لذلك بعد السحور نحن بيكون في عنا فرصة جيدة أنه الجسم يستمر بالاستقلاب بشكل طبيعي لبعد 8 ساعات حتى يشعر بأنه هو دخل بالصيام. عمليا نحن فكرة الصيام يعني إلى تأثير ومدلولات معينة بالجسم. لما بيشعر بالصيام وأنه الجسم ما عم يدخله مدخلات غذائية بيصير بيخزن أكثر، وهذا الحقيقة يعني سلوك طبيعي فطري وغريزي بيكون من خلاله الجسم يحافظ على المدخرات الموجودة، لأنه هو خايف أنه يكون في عنا مشكلة باستمرار عدم دخول الطعام، وهذا الموضوع بيكون له ترتيبات بالجسم، وبالتالي يبدأ الجسم بعملية اللي هي عملية تخزينية وبالتالي بتغير سلوكه الاستقلابي. هذا اللي بيخلينا نحن أنه أقل كمية بعد الإفطار ممكن يتخزن بكميات أكبر من سلوكنا الطبيعي بالأيام العادية. لذلك هون بيجي دور الأعشاب أنه نحن ما نفوت مباشرة على وجبة دسمة جدا تمام. وهذا الكلام اللي هو بيسبب لنا أنه تعدد الوجبات اللي ممكن نقول دسمة خلال اليوم عم بيخلينا نحن ندخل بإطار تخزيني. لذلك أنا يعني حاولت أنه نحن يكون في معنا بعض الأعشاب اللي ممكن نحن تكون مفيدة بهذا الاتجاه. على سبيل المثال هاي العشبة اللي هي البسيليوم، نبات البسيليوم الحقيقة هو من النباتات الذي يحتوي على ألياف ويحتوي أيضا على مركبات، هذه المركبات مركبات هلامية تساعدنا بشكل أساسي على الانتباج بالمعدة، وهي الفكرة الأساسية بالتنحيب بأنه نحن ما يكون في عنا تأثير مباشر على الدماغ، يكون التأثير يعني محيطي من خلال المعدة. لما منملي المعدة عم بيصير عنا نحن المعدة الممتلئة بتساعد على إنتاج ما نسميه الهرمون الكولي السيستوكاينين أو السي سي كي اللي هو بيساعدني بتلقيم راجع للدماغ للإحساس بالشبع، لأنه فعل الامتلاء هو فعل نحن جسم منظم فيما يتعلق بموضوع تخزين الشحوم، فيما يتعلق بموضوع الجوع الحاجة للطعام ببعض الحساسات والسنسورز. يعني نحن اليوم لما بتمتلى المعدة هي فاضية المعدة بينفرز قبل بعشرين لثلاثين دقيقة من الوجبة هرمون اسمه الجريلين. هذا الهرمون وظيفته أنه يخلينا نحن نشعر بالجوع أكثر، وبالتالي بينبه الرجل أو الشخص أو الست بأنه نحن لازم نأخذ وجبة طعامية لأنه المعدة فارغة. هون يمكن بيقولوا يمكن مصطلح أنه فركت معدتي. هاي الفكرة أنه نحن ما نفوت على المطبخ أو نكون بأي مكان بهذا الوقت قبل عشرين لثلاثين يعني دقيقة من الوجبة بيكون الشخص متأهب للطعام بكميات كبيرة يعني، وبالتالي ممكن أي مؤثر من خلال رائحة أو طعم، وحتى كتير مرات فينا الأشخاص بيشعروا بحاجة أنه بدهم يأكلوا كل الوجبة الموجودة، مع العلم هو معدته ما بتتحمل أنه يأخذ هذا الكمية، ولكن هو تحت تأثير الجرينين. الفترة اللي بعدها لما بلش الجسم يفوت هذه يعني المدخلات الطعامية وبتملي المعدة، لما بتتمدد حجميا المعدة مبرمج انه في حساس يعطي بانه تمددت يعني امتلت، وهذا هذا هذا كثير مهم هذا نحن نلعب عليه، لانه هذا هي الوقت نحن اذا اخذنا هاي النبتة قبل الطعام اللي بيصير في عنا مباشرة بحوالي ثلث ساعة ل 20 دقيقة بتمتلى. لما بتمتلى بتجي انت لتاكلي بتاكلي كميات اقل
وتتمدد المعدة حجميا وبتشعري بالشبع. هي النفتة هي النفتة اللي بتسيل يوم. كيف بياخدها الواحد؟ هلا في عدة أشياء ممكن ناخد نحنا قشورة ممكن ناخد النبات مثل ما هو بشكل منقوع أو حتى ممكن بشكل مسحوق. وفي مستحضرات صيدلانية بالصيدليات موجودة بس ممكن بشكل أنا نحنا نلاقيها بالبزورية يعني موجودة موجودة ونتناولها طبيعي أحسن. وأنا جبته بس مشان نشوفه نحنا. هذا النبات من ميزاته بأنه جزء كبير من 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 يعني من وزنه وحجمه هو ألياف غير ممتصة، الجسم ما بيستفيد منها وبالتالي بتنطرح مثل ما هي وبتعطي هالانتباج. وهالنبتة هي بتفيد كل الأشخاص اللي حابين يخفضوا شوية من وزنهم، هن يمكن عم يحسوا بمرحلة شبع أكثر من اللازم. تمام. كمان احنا بدنا نذكر كل المشاهدين إن عندهم أي استفسار أو سؤال لحضرتك فيكم تتواصلوا معنا عبر الرقم الظاهر هلا على الشاشة. نعم. بالنسبة ل يعني فكرة إملاء المعدة، اليوم بأوروبا عم يشتغلوا على أنه يعطوا كبسولة فيها سيليلوز فقط ينتبج بالمعدة بيعطينا أحساس بالشبع. أنا جبت مثال تاني اللي هو الختمية. ختمية كنبات هو نبات كمان غني بالمواد اللعابية والمواد اللي ممكن تنتبج بالمعدة وبالتالي ممكن تعطينا أحساس بالشبع وبالتالي تعملنا فعل الامتلاء اللي حكينا عنه اللي هو بيعطيني أحساس بالشبع ما بعد امتلاء المعدة وتمددها الحجمي. في مرحلة تانية نحن بعد ما يتم الهضم جزء من الهضم وهو عم ينتقل الطعام المهضوم باتجاه لمعة الأمعاء عم بيكون في عنا حالة من يعني صعوبة إدخال طعام على طعام، بالتالي الجسم مبرمج بهاي اللحظات إنه كمان يفرز شيء مسميه البيبتيد واي واي اللي هو بيساعدني بشكل أساسي على الشبع بين الوجبات. يعني أنت مانك قادرة تفوتي طعام على طعام، بتلاحظي بعد الطعام بحوالي النص ساعة أو ثلاثة أربع ساعة أنت ما في إمكانية تاكلي شيء، تشعري إنه مهما كان الطعام المقدم إليك شهي ما فيك تاكل لأنه جسم مبرمج بالحساسات الموجودة بأنه ما يعطي إلا أحساسات بالشبع وعدم القدرة على الجوع، طبعا من خلال تنبيه الهيبوثالاموس الموجود بالدماغ. الختمية إمتى يفترض؟ هاي الختمية كمان نحن عم نحكي عن استخدامها قبل الطعام بقليل، هو إملاء، فعل إملاء وبالتالي بناخذ نحن هذا. لكن يعني ميزة الختمية في هذا الموضوع بأنه يعني بيكون الخروج أو الطعام اللي عم ينتقل بيكون ينتقل بسهولة ويسر. نحن عنا مشكلة نوعية الطعام، إذا هي نوعية كتير يعني جافة خلينا نقول وفيها الكثير من المركبات صعبة الهضم، اللي عم بيصير عنا نقل هذه المركبات من مكان إلى مكان بفعل الهضم عم بيكون صعب. لذلك بتلاقي بيعاني معظم الأوقات الصائم بعد الإفطار بيعاني من حالات الإمساك، بيعاني من النفخة وتطبل البطن، وهذا الموضوع بيكون له أثر سلبي فيما يتعلق باستمراره بعملية يعني الدايت اللي خلينا نسميه نحن. إذا هو حب يكون في عنده حمية في رمضان بيشعر أنه دائما هو ممتلئ بعد وجبات الإفطار. لذلك نحن في عنا نقطة كمان مهمة، موضوع بذور الكتان. بذور الكتان تعتبر من المركبات التي تحتوي على الحموض الدسمة غير مشبعة، وبالتالي استفادة الجسم من حموض دسمة غير مشبعة أول شيء بيعطي أثر ملين مثل ما قلنا هو ملين لطيف. الأمر الآخر هو بيساعدني بتخفيض كمية الدهون والشحوم المتراكمة اللي ممكن تكون نحن بوجبات الطعام بيكون في عنا سلوك ممكن يكون لإدخال مدخرات دهنية. هذه المدخرات الدهنية بيتم التعامل معها من خلال اللينوليك أسيد واللينولينيك أسيد اللي موجودين في هذا المركب. ممكن دكتور بذر الكتان يعني كثير من الأشخاص بيعرفوا له فوائد، بذر الكتان له فوائد كثير كبيرة لكن تمام. يمكن طريقة تحضيره وطريقة استخدامه ما كثير معروفة. في عنا عدة طرق، ممكن نستخدم المسحوق، ممكن نحن طبعا بعد ما نجرشه نعمله منقوع. يعني نحن عمليا المشكلة إنه هذا الجدار بيكون جدار كتيم ما لا يستفاد منه إذا بقي كما هو وحبة البركة، هاي المركبات جدارة ما بنستفيد منه بتفوت بتطلع مثل ما هي. لذلك نعمل لها جرش، إذا بدنا نستخدمها بشكل منقوع نعمل لها جرش أو مطحون بنطحنها وبتم أخذها كسفوف أو في مستحضرات موجودة بشكل كبسول في الصيدليات كمان بذور الكتان. بعد الأكل البذور الكتان هلا نحن هون النقطة، نحن الهدف منا لازم يؤخذ بعد الطعام، هدفه ليس إملاء المعدة وإنما تسهيل الخروج والتعامل مع الاستقلاب بشكل يحوله باتجاه الطرح أكثر من موضوع التخزين، وهذا لذلك استخدامه بده يكون بعد الطعام. موضوع الوزن له علاقة بأنه إذا ضل الأكل بالمعدة أكثر؟ هلأ في فكرة مهمة جدا، إحنا كل ما بقي فترة أطول الطعام المهضوم بيعمل تخمرات وبالتالي بيصير في عنا حالة من ما نسميه هنا يعني اضطراب هضمي، بيصير في عنا عملية استفادة أكثر من المركبات اللي موجودة في هذا النبات، وبالتالي هذا بيدخلنا بدوامة إنه نحن بصير في عنا تخزين أعلى وبصير في عنا استفادة أكثر من الطعام، وبالتالي هون نحن عملية تقليل زمن العبور نحن بنسميه
بيساعدنا بشكل كبير جدا بعملية اطراح سريع وعملية تخفيف من هذه الحالة اللي هي بيكون في عندنا نفخة. واللي بلشت فيه حديثة بانه يكون في عندنا نحن تنظيم للساعة البيولوجية الهضمية، وبالتالي بيكون الشخص قادر بشكل ايجابي على انه يكون في عنده تفريغ للمستقيم بتوقيت محدد، وهذا الشخص بيكون مرتاح بشكل كبير جدا. طبعا في نحن عندنا كمان من الاشياء اللي ممكن تكون مفيدة اللي هي هذا القشور، قشور القمح وقشور الشوفان وقشور الشعير اللي هي مركبات الياف، كمان بتفيدنا بشكل ايجابي جدا في عملية امتصاص وامتصاص كمية المركبات السكرية والدهنية واملاء المعدة بفعل الانتباج وتسهيل الخروج من خلال الأثر الملين أو المزلق اللي ممكن يكون لهذه المركبات. طبعا هذا نحن من الأشياء اللي نحن صار في عنا في إمكانية بالاستخدام المتآزر، يعني صرنا عم نحكي عن أكثر من شيء ممكن استخدامه متآزر بشكل متآزر في الحصول على الفعالية المطلوبة. في عنا نحن من الأشياء المفيدة أيضا واللي نحن عنا ببيئتنا موجودة كتير بس نحن يعني ما في كتير استخدام إلها، هو الأرتيشوك أو الشو الأرضي شوكي أو الأنجينار يلي موسمه هلا القنابات تمام اللي هو مفيد جدا بتنشيط الكبد. الحقيقة نحن اليوم استخدامه بيساعدني بتنشيط الكبد بشكل إيجابي جدا، ونحن مثل ما بنعرف انه الكبد يساعد بشكل ايجابي في عمليه يعني استقلاب السكريات، وبالتالي نحن في امكاننا نستفيد من هذه النقطه بمعلومه جديده دكتور انه قشور الارتيشوكي قنابات الارتيشوكي مفيده جدا الحقيقه، اهم مركبات عالميه اليوم لاستخلاص من هذا المركب اللي هو بيساعدني بعمليه هضم الشحوم بشكل صحيح وعلما انه يمكن نحن هلا بنشوف العالم عم يتخلصوا منا وبياخذوا بس اللب لحتى يطبخوا في قريش. لا لازم نحن نستخدمه بالكامل يعني. نحن دكتور معنا اتصال. الو صباح الخير. الو صباح الخير. يا اهلا وسهلا. انا الف عافيه. معك ايمان من الشام. اهلا وسهلا فيكي، تفضلي شو بتحبي تسالي الدكتور شادي. يعطيكم الف عافيه، انا بتشكركم على هالبرنامج وبننطر الحلقه بطريقه شيقه جدا. بدي اسال دكتور شادي لو سمحتي، هلا جرت العاده نحن سابقا انه ناخذ اي شيء للتنحيف منقوع او نشربه سوائل، فهلا بالفتره الاخيره صار في عنا كثير بالمراكز الطبيه وبالصيدليات مستحضرات كبسولات، ممكن بس يوضح لنا الفرق واي الاسرع وانجح في هذا الموضوع بين الكبسول او اذا كنا شربنا العشبه كمنقوع؟ شكرا جزيلا لك ايمان. طبعا بالنسبه لاشكال الاستخدام نحن في العديد من الطرق يعني لاستخدام المركبات العشبيه، ممكن بشكل خلاصه وممكن كامل النبات البذور كامله او النبات كامل، وممكن نحن كمان نستخدم المركبات بشكل كبسول اللي هي بتساعدنا الاشخاص اللي عندهم مشكله مع الطعم، لانه في بعض المركبات النباتيه بيكون طعم فيها مر او صعوبه في استخدام هذا النبات، لذلك ممكن استخدامها بشكل فارماسيتيكال او يعني بشكل صيدلاني. طبعا التاثير بيكون مرتبط بنوع النبات، في بعض النباتات بيكون اسرع استخدامها منقوع وفي نباتات اخرى بيكون اسرع اذا استخدمناها بشكل مسحوق. احنا بالنسبه لنا طبعا استخدام لازم يكون في يعني تلازم ما بين استخدام السوائل كمناقيع واستخدام الكبسول للاملاء، بيساعدنا بشكل اسرع في التغلب على موضوع زياده الوزن، وبالتالي نحن لازم يكون في مشاركه ما بين المركبات التي تؤخذ بشكل مشروب. على سبيل المثال الشاي الاخضر نحن عندنا كمان من المركبات المفيده جدا والمستخدمه في عمليه انقاص الوزن، طبعا تاثيره على الشحوم والمسار الاستقلابي للشحوم، وبالتالي هو بيساعدنا بشكل ايجابي على التغلب على حاله يعني تكديس الشحوم الناجمه عن استخدام كميات من الطعام الغني بالمواد الشحمية. لذلك نحن الأشخاص في كتير ناس بيلعبوا رياضة، في كتير ناس الهدف من ممارسة الرياضة هو عملية حرق الدهون، نحن ننصح هون يستخدموا الشاي الأخضر لأنه فيه مركبات بس منقوع، يمكن الشاي الأخضر بشكل منقوع جيد وممكن كمان استخدامه بشكل يعني صيدلاني كمان موجود بشكل الاستفادة كبسولات، الاستفادة ما بتفرق بيكون مركز أكثر بشكل كبسولات يكون تركيزه أعلى لكن كبسولات. في بعض العادات دكتور انه بعد وجبه الطعام في كثير من الاشخاص بياخذوا كاسه شاي اخضر، قديش هون مفيده بعد؟ هلا مفيده اذا بنضيف لها نعنع واذا بنضيف لها شمره او كراويه، استخدامها بعد الطعام بيساعدني بشكل كثير ايجابي بعمليه تحويل المسار الاستقلابي من التخزين للحرق، والامر الاخر بيساعدني بتخفيف حاله الـ يعني خلينا نقول النفخه والغازات
اللي ممكن تكون مترافقه مع هذا الشكل. دكتور. اليوم نحن بالنسبه للكراوية او الكمون او اليانسون، هي المركبات فيها زيوت عطريه بتساعدني على تخفيف حاله النفخه اللي ممكن تكون متلازمه. في ناس بتاخذ انزيمات هاضمه، الهضم عندهم صعب بعد الاكل، وخاصه اذا نحن شاركنا كذا نوع من الطعام بنلاحظ بانه عندنا مشكله بالاستقلاب. لذلك او حتى مشكله بيكون في عندنا بانه في مولدات غازات، مثلا ممكن يكون في عندنا عدس بالوجبه، ممكن يكون في عندنا نحن انواع بقول، هاي البقول كلها بتولد الغازات التي بتسبب لي مشكله بالهضم. استخدام هذا يعني هذه النباتات بيساعدني على تخفيف هذه الحاله من النفخه اللي ممكن تكون مترافقه مع الطعام. نفس الوقت نحن تحويل المسار الاستقلابي، الشاي الاخضر فيه مركبات بوليفينولات، هذه المركبات بتساعدني الاشخاص اللي عندهم يعني عاده سلوك تخزيني للدهون، بيساعد على الحرق اكثر ما بيساعد على تخزين الشحوم. وايضا عندنا اكليل الجبل، اكليل الجبل من النباتات السوريه المفيده جدا والمهمه، والحقيقه هي بتعطي طاقه. نحن اليوم عندنا مشكله كمان انه بيصير في عندنا خلال اليوم، نحن اليوم بالحميات الغذائيه والصيام الطويل عم يكون في بيرافقه حالات تعب، فبيساعدني بشكل ايجابي استخدام اكليل الجبل بانه بيعطي هالنشاط والطاقه والاستخدامات بيساعدني كمان. طبعا هو مضاد اكسده، هو ايضا يساعد بعمليه ايضا تحويل المسار الاستقلابي للدهون في الجسم، له تاثير ايجابي كمطهر الامعاء، بيساعدني على قتل الجراثيم اللي ممكن تكون يعني موجوده بعض الجراثيم، طبيعي هو ناتشرال يعني مركبات طبيعيه اللي بتساعدني ايضا على التعقيم. والدور المضاد الاكسده هو الدور المهم جدا، يعني طعمته طيبه يمكن حتى بالاكل ومع الشاي الاخضر كمان بيستخدموا احيانا الاكل. نحن حقيقه عملنا شيء بسوريا واخذنا عليه براءه اختراع، اللي هو استخدام الزعتر السوري، يعني الزعتر السوري ضمن وصفه الزعتر الحلبي، اللي هو بيساعدني بشكل ايجابي انه نحن هي النباتات اللي حكينا عنها تكون موجوده في منتج واحد، منتج سوري يعني من يعني نباتات طبيعيه، اللي هو بشكل وجبه الزعتر الحلبي. نحن اليوم في تقليدنا الشائع يستخدم كثير الزعتر كوجبه، حتى بيكون هو من الوجبات المستخدمه، فيه سمسم، نحن حتى السمسم من المركبات اللي فيها اللي غنيه جدا باللينوليك اسيد او بنسميه حمض اوميجا، اللي هي بتكون يعني كل الناس بتاخذها بشكل كبسول. حمض اوميجا الحقيقه اللي موجوده بتساعد ساعدنا بعمليه اول شيء تليين، تخفيف كميه الشحوم المخزنه، بيرفع ال HDL اللي هو الكوليسترول الجيد بالجسم، وساعد على يعني تنظيم الهضم بشكل ايجابي، وايضا له دور بتخفيض الوزن يعني من خلال الدراسات. وبالتالي نحن كان في عندنا هذا المنتج اللي هو الزعتر الحلبي، ولكن موجود معه مجموعه نباتات، والحقيقه باسم سوريا شاركنا فيه بمعرض في معرض الاختراعات العالميه في الصين، وحصلنا عليه الميداليه ذهبية بأفضل اختراع، اللي هو كيفية تقديم هذه المنتجات المنحفة البسيليوم والفوخس البحري أيضا، اللي هو نبات كتير مهم للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالغدة الدرقية. نحن اليوم في عنا بعض الأشخاص بيكون في عندهم نقص بكمية اليود، وخاصة عايشين بالمناطق الداخلية، نحن تعويض اليود ما بيكون فعال من خلال يعني استخدام بعض أنواع الملح أو غيره، لأنه بيتطاير بشكل كبير. استخدام المركبات البحرية والأعشاب البحرية بيساعد بشكل إيجابي في الاتجاه، استخدامه بيعطي اثر مشبع، وبنفس الوقت بيساعدنا على يعني التليين اللطيف وتحويل المسار الاستقلابي للسكريات والدهون وطرحهم. يعني المهم يمكن بالامر كله انه بيئتنا السوريه مليئه بالاعشاب المفيده تمام. والغنيه. وشكرا كثير دكتور لهاللمحه اليوم اللي اعطيتنا اياها عن فوائد الاعشاب وقديش نقدر نستثمرها خلال شهر رمضان الكريم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا كثير لك دكتور، نتمنى كل الاشخاص يكونوا استفادوا من هالمعلومات، ودائما بنبقى بالحلقات المقبله بنحكي ايضا عن اعشاب سوريه مفيده. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور شادي الخطيب. يعني لهون ميسان مشوارنا اكيد الصباحي بيكون وصل لنهايته، مع امل كبير بانه تكون الموائد الرمضانيه جمعه محبه وسلام لكل السوريين على لقمه واحده وقلب واحد، لنرسم ملامح المستقبل لسوريتنا. صباحنا معكم انتهى، لكن مشوارنا الرمضاني بدا بمحطات اجتماعيه وانسانيه متنوعه رح ترافقكم خلال شهر رمضان الكريم على شاشه الاخباريه السوريه، ومني اكيد اطيب تحيه لكم وتبقوا بالف خير. محطاتنا الرمضانيه لليوم وصلت لنهايتها، وبيبقى بأنه أي فكرة بهمكم أنه تطرحوها وتشاركونا فيها راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. بكرة موعدنا بيتجدد على نفس التوقيت ومن مقهى المكتب، ومن هلأ لوقتها تبقوا بألف خير ورمضان كريم. باي باي.